بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 95 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة هذا السائل، يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، توفي أخي وأولاده من جراء حادث لسائق متهور وسرعة جنونية فاقت 150، فأرجو من الشيخ كلمة ونصيحة للذين يتهورون بسياراتهم سواء داخل طرقات في المدن أو في الطرق السريعة، وما التوجيه في هذا الموضوع؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله حرم قتل النفوس التي حرم قتلها بغير حق، وحرم الأموال، فجعل حرمة النفوس، حرمة الأموال وحرمة الأعراض في سياق واحد: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال هذا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في أيام الحج. والسائق عليه مسؤولية عظيمة في أن ينضبط في قيادته للسيارة ويتحرز من الخطر من الحوادث، لأنه يواجه النفوس محرمة والأموال والسيارات، ويحمل نفوسا معه محرمة، ويحمل ويقود سيارة وهي مال محترم، وأيضا نفسه هو مسؤول عن نفسه. الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يجب على السائقين أن يتقوا الله وأن يدرأوا الخطر عن أنفسهم وعن ركابهم وعن المسلمين، فإنها مسؤولية عظيمة يتحملونها، وذلك بأن يتجنبوا السرعة الخارجة عن المسموح به، وأن يتفقدوا السيارة قبل قيادتها، يتفقدوها من الخلل، يتفقدوها من النقص الذي يعرضها للخطر. وكذلك لا بد أن يكونوا يحسنون القيادة، يكونون في دور تعلم القيادة والتجريب، لا بد أن يكونوا يحسنون القيادة على الوجه المسموح به شرعا ونظاما. وكذلك لا يقود السيارة وهو في حالة لا تسمح له بالقيادة، كأن يكون فيه نوم يحس بتعب ولا يسيطر على السيارة، إنه لا يجوز له أن يقود السيارة إلا وهو في حالة سليمة، يكون مستيقظا تماما متنبها تماما. فعلى قائدي السيارات أن يعرفوا هذا، وأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن أنفسهم أولا وعن غيرهم، ومسؤولون عن الأموال التي يتلفونها في الحوادث، إنها مسؤولية عظيمة. ولو سلموا في الدنيا من المسؤولية، فإنهم لا يخلصون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه الرقاب التي تذهب من سوء القيادة تحملونها في رقابه يوم القيامة. عليهم أن يتنبهوا لذلك، وأن يتقيدوا بأنظمة القيادة والسير غاية التقيد. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بأنه شاب يسافر خارج بلده، يقول: ولكنني أحيانا تفوتني الصلوات ويفوتني أن أصلي الصلاة في وقتها، مثل أن أكون نائما من قبل صلاة الفجر ولا أصحو إلا بعد صلاة العصر، والذي أقوم به هو أنني أصلي صلاة العصر في وقتها، أما باقي الصلوات التي تفوتني فإنني لا أصليها تكاسلا، وعند عودتي إلى بلدي فإنني أصليها مع باقي الفروض، مثلا الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر بحسب عددها. والسؤال: ما هو الأصح في مثل هذه الحالة لمن فاتته الصلاة تكاسلا أو نسيانا، وما الحكم في الشريعة؟ الصلاة فريضة عظيمة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي
عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة. قد قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الواجب أن الإنسان يصلي كما أمره الله، لا يصلي كما تأمره نفسه، صلي كما أمره الله في وقت الصلاة مع الجماعة، ولا يضيع الصلاة، يضيع وقتها أو يضيع الجماعة. والنوم ليس عذرا دائما، إنما النوم العارض الذي يأتي على الإنسان وهو عازم على الصلاة في وقتها وعازم على الصلاة مع الجماعة لكن يغلبه النوم، فهذا يكون معذورا، ولكنه إذا استيقظ يبادر بالصلاة. كذلك إذا نسي صلاة فإنه يبادر بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. وما ذكره السائل خطأ، أنه يترك صلوات متعددة بحجة أنه ينام، لا يجعل النوم مانعا له من الصلاة، يحسب للصلاة حسابها ويعزم على الاستيقاظ لها. أما أنه يتساهل وينام تمر عليه صلوات كثيرة كما ذكر ثم يقضيها بعد ذلك، فهذا من المضيعين للصلاة. قال الله جل وعلا: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي، وكذلك من إضاعة الصلاة ترك الجماعة، وهو يقدر على صلاة الجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. الصلاة هي عمود الإسلام، إذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. المسلم إذا اهتم بصلاته حسب لها حسابها، لأنها هي عمود الإسلام، فلا دين له إلا بالصلاة، كما أنه لا يقوم البيت إلا على عمود. فماذا يبقى عند الإنسان إذا ضيع صلاته؟ وليس المطلوب أنه يصلي على حسب رغبته، إنما الواجب أن يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى. والذي يعتاد أنه ينام عن عدة صلوات هذا مضيع ومفرط، إنما العذر في النوم العارض بعض الأحيان. الواجب على المسلم أن يرتب وقته وأعماله مع الصلاة، يترك للصلاة وقتها فيصليها في وقتها، ويجعل للأعمال وقتا آخر، يجعل للأعمال وقتا آخر. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا سمع النداء يقبل على الصلاة ويترك أعمال الدنيا والبيع والشراء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وماذا يبقى عند المسلم إذا كان مضيعا للصلاة؟ لا يبقى عنده من دينه شيء. الواجب تنبه لهذا الأمر والاهتمام بالصلاة وأدائها على الوجه الذي أمر الله به حتى تكون نافعة له. قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي ثقيلة على الكسالى وعلى الذين لا يتصورون مكانة الصلاة، إلا على الخاشعين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فإنهم يحافظون على صلواتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل عبد الرحمن من حريملة أرسل بسؤال يقول: انتشر أدعية في الإنترنت مفادها هذا الدعاء: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخبر الناس بهذا الدعاء فرج الله همه. هل هذا الحديث صحيح؟ وكذلك يقول بعض الذين يتعاملون من الإنترنت: انشر هذا وتؤجر عليه. لا يجوز الاعتماد على ما ينشر في الإنترنت ولا في الجوالات، بل لا بد من الرجوع إلى مصادر السنة ودواوين الحديث الصحيح أو سؤال أهل العلم عنها عما أشكل منه. ولا يجوز أخذها من الإنترنت أو من الجوالات حتى
يتأكد منها. إن كان ذكر في الجوال أو في الإنترنت من رواه ومن خرجه ودرجته فلا بأس، أما حديث كذا بدون ذكر من رواه، دون ذكر درجته، دون ذكر من خرجه، هذا لا يجوز، هذا محل خطر. وهذه الأدعية التي ذكرها السائل صحيحة، لكن قوله من نشر هذا فله فرج الله أمه، هذا القول لا دليل عليه، يأتي بدليل على هذا. لا يجوز الاعتماد على ما ينشر والأوامر والنواهي التي في مصادر غير موثوقة. نعم. أيضا في دعاء آخر: اللهم يا قادر على كل شيء اغفر لنا كل شيء وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء، وإذا وقفنا بين يديك لا تسألنا عن أي شيء، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. هذا لا أعرف له أصلا، هذا الحديث لا أعرف له أصلا، إذا وقفنا بين يديك لا تسألنا عن شيء، هذا ما أعرف له أصلا. الذي يريد أن يدعو أدعية صحيحة يراجع دواوين السنة، ويراجع كتاب الأذكار للإمام النووي، يراجع الوابل الصيب لشيخ الإسلام بن تيمية، الكلم الطيب لابن القيم، يراجع المصادر الموثوق. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. إذا كان الشخص مسافر فوجد جماعة يصلون العشاء، فهل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟ لا، يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، لا بد من الترتيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للزوجة إذا كانت لا تسمع للزوج ودائما في مشاكل معه ولا تقدر الزوج وهو صابر عليها لأنها الحقيقة ملتزمة بشرع الله، إلا أنها تعاند الزوج في بعض الأمور فيقوم بهجرانها من الشهر إلى الشهرين، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، الصبر على الزوجة شيء طيب، قد تصلح بعد ذلك وتعتدل أخلاقها، فالصبر عليها وإمهالها أمر مطلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها بطلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يفرك المؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها الخلق الآخر. وأما أنها تعصي في حقه، تمتنع من حقه، هذا يسمى بالنشوز، الله جل وعلا أمر بعلاجه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تبدأ بالموعظة والتذكير، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. العلاج يكون ثلاثة خطوات: أولا الوعظ، ثانيا الهجر في الفراش، ثالثا الضرب غير المبرح. هذا حق للزوج، الضرب غير المبرح، ضرب الذي يؤلمها ولكنه لا يؤثر في جلدها ولا يكسر شيئا من عظامها. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الخطورة المترتبة على ذهاب الشخص إلى السحرة والمشعوذين والتردد عليهم لأخذ منهم بعض الأمور فضيلة الشيخ، وهل هذا ينقص من دين المسلم إذا تردد عليهم؟ هذا لا ينقص من دين المسلم فقط، ولكنه يذهب بدين المسلم، يفقد إسلامه إذا ذهب إليهم وسألهم صدقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: لا تأتي، نهى عن إتيانهم والذهاب إليهم، فالأمر خطير جدا، فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن لا يذهب إلى السحرة والكهان والمنجمين والذين يدعون علم الغيب، إن هذا كفر بالله عز وجل إذا صدقهم. وإذا ذهب إليهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما في الحديث: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل عن الذهب بالذهب والبر بالبر، يدا بيد، مثلا بمثل، ما مثال ذلك وما معنى هذه العبارة؟ هذا فيه النهي عن الربا، الذهب بالذهب، إذا بيع الذهب بالذهب أو البر بالبر أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر أو الملح بالملح أو الزبيب بالزبيب، فلا بد من التساوي في المقدار، ولا بد من التقابض في المجلس، تجنبا لنوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن المقصود بشفاء لا يغادر سقما كما ورد في الدعاء،
ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أنه يسأل الله جل وعلا الشفاء الذي يرفع المرض عنه نهائيا ولا يبقى منه شيء، والله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز يقول: إذا كثر الغبار ووجد في الحارة وليس بشديد لكنه قد يؤثر على بعض المصلين، فهل يبيح ذلك لإمام المسجد الجمع بين الصلاتين كالمطر وشدته؟ لا، الغبار ما ورد أنه تجمع الصلاة من أجله، والغبار دائما ما يخلو الجو من غبار، ولم يرد أنه يجمع من أجله، إنما ورد الجمع بين المغرب والعشاء للمطر الذي يبل الثياب أو الوحل من الطين والماء الذي يكون في الشوارع، ويجمع بين المغرب والعشاء إذا حصل هذا، أو الجمع في السفر، أو الجمع في المرض إذا كان المريض يحتاج إلى الجمع يجمع. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: صيام يوم عاشوراء لمن أراد أن يصوم فقط هذا اليوم، هل يؤجر عليه وهل لابد من صيام التاسع والعاشر؟ نعم، صيام يوم عاشوراء إذا اقتصر عليه يجزي ويحصل على الأجر، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء تسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فيها هذا الأجر، صام يوم عاشوراء، وقد صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لكنه لما رأى اليهود يصومونه ونحن منهيون عن موافقة اليهود والتشبه بهم، أمر بصوم يوم قبله مخالفة لليهود، يصام يوم قبله، هذا أفضل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.